أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً جديداً، وإطلاق الصاروخ تم من قاعدة بانين الجوية قرب الحدود مع الصين، وفقاً لما تداولته وسائل الإعلام نقلاً عن وزارة الدفاع الأوكرانية أو اليابانية عفواً، فإنه على الأغلب سقط الصاروخ في منطقة تبادل تجاري بحرية تابعة لليابان. إطلاق الصاروخ يأتي بعد لقاء جمع بين رئيس الوزراء الياباني سينزو أبوي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا فيه على زيادة الضغط على بيونغ يانغ. ترامب علق على إطلاق الصاروخ بالسخرية من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قائلا إنه لم يكن لديه شيء أفضل للقيام به. وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة واليابان لن تتساهل مع هذه الأعمال في المستقبل.